يا هلا ومرحبا أصدقائي المتابعين في حلقة جديدة. إذا كانت هذه أول مرة تشرفني فيها القناة، معك أخوك هاشم العلوي، وفي هذه القناة نتكلم عن كل شيء له علاقة في الإنتاج الموسيقي وتقنية الصوتيات والهندسة الصوتية. اليوم راح نتكلم عن أكثر المواضيع اللي وصلني أسئلة عليها، فحبيت طبعا أشكركم على تفاعلكم القوي وطرحكم لهذا الموضوع المشوق. الموضوع هو كيفية تغيير صوت شخص إلى صوت شخص آخر من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. شفنا طبعا الكثير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي توظف هذه التقنية، وشفنا أيضا الكثير من المشاهير اللي تم تغيير أصواتهم لأصوات ناس ثانيين. كل هذا صار بتقنية الذكاء الاصطناعي، وخاصة تقنية اسمها RVC أو Real Time Voice Conversion، أو بالعربي تحويل الصوت الفوري. وهني إحنا ما قاعدين نتكلم عن صوت مثل أصوات الأوتوتيون أو الأصوات الروبوتية، بل قاعدين نتكلم عن تقنية بإمكانها التعرف على خامات الصوت وتقليدها بشكل مشابه ودقيق. في مجموعة فيديوهات على اليوتيوب عن كيفية استخدام هذه الطريقة، ولكن للأمانة أنا أشوف أن هذه الطريقة جدا بدائية وصعبة، خاصة إذا ما كنت متمكن من الأمور التقنية أو البرمجية. طبعا في هذا الفيديو للأسف ما أقدر أسمعكم أي أصوات لأشخاص مشهورين، لأن أمور حقوق الملكية الفكرية في مواضيع الذكاء الاصطناعي إلى الآن ليست واضحة. وعشان الكل يقدر يستفيد من هذا الفيديو الحين وفي المستقبل وما ينحذف لأي سبب، راح فقط أسمعكم النتائج على أصوات عندي لها حقوق النشر والاستخدام. بس قبل لا نبتدي شباب، أتمنى تعطونا زر اللايك عشان يوصل هذا الفيديو لأكبر مجموعة ممكنة من الناس حول العالم. أول شيء أبي أعرض عليكم البرنامج السابق اللي اسمه RVC Project عشان نفهم فكرته قبل لا ننتقل على الطريقة الثانية اللي هي راح تكون أسهل بشكل كبير. للحصول على برنامج RVC لازم تروح تنزله من GitHub عشان تقدر تشغله لوكالي على جهازك. فكرة البرنامج هي أنك تغذيه بمجموعة بيانات أو اللي اسمها Dataset، واللي هي عبارة عن الملفات اللي تحتوي على النماذج الصوتية واللي من خلالها راح يتعلم البرنامج خامة الصوت اللي راح يطبقها بعدين على الملفات الصوتية. مشكلة البرنامج القديم أن في خطوات طويلة لازم تمر فيها قبل لا يشتغل البرنامج. لازم تنزل الكود من الجيتهاب، بعدين تسوي له كومبايل عندك على الجهاز، وعشان يشتغل لازم يكون في باكيجز خاصة بلغة البرمجة المستخدمة واللي هي لغة البايثون، أو اللي هم يسمونهم البايثون باكيجز. إذا ما فهمت هذه المصطلحات فتابع الحلقة للنهاية، لأن الموضوع شوية معقد ويأخذ وقت طويل، ومثل ما خبرتكم لازم تكون عندك شوية خبرة في موضوع البرمجة. لحسن حظنا هذه الأيام التقنية تتطور بشكل سريع جدا، وفي ناس أخذوا هذه التقنية وطوروها وخلوا استخدامها أسهل بكثير. وهذا الموقع اللي راح نتكلم عنه اليوم اسمه kits.ai. الموقع باختصار هو واجهة استخدام أسهل بكثير لنفس تقنية الـ RVC اللي تكلمنا عنها، واللي تسمح لك بتحميل ملفات الـ Datasets اللي راح تتم عملية التدريب للـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي عليها. خلونا مع بعض الحين نشوف طريقة استخدام هذا الموقع. قبل لا نفتح الموقع ونبتدي بأي شيء، لازم نجهز الـ Dataset أو ملفات البيانات اللي راح نرفعهم على الموقع. طريقة تجهيز الـ Dataset جداً جداً مهمة، والأهم هو مدى نظافة النماذج أو السامبلز اللي راح نرفعها عشان نضمن الحصول على صوت صحيح ما في أي نوع من التشويش أو الأخطاء. عشان نتأكد أن السامبلز أو النماذج يتم تجهيزها بشكل صحيح، لازم نخلي في بالنا كم النقطة. لازم يكون عندنا مجموع 15 دقيقة كاملة من النماذج الصوتية، لازم يكون الصوت مسجل بصيغة المونو ويكون صوت شخص واحد فقط، يعني ما يصير أرفع نماذج لأصوات الكورال مثلاً. الصوت لازم يكون مسجل في مكان خالي من الصدى، يعني يفضل لو يتسجل في استوديو، ما يكون في أي مؤثرات صوتية على الصوت مثل الريفرب أو الديلي أو ما شابه. يفضل رفع أنواع مختلفة من أداء الغناء. كل ما عطيت بيانات متنوعة كل ما ضبطت معاكم النتيجة النهائية. وآخر شيء أن النموذج الصوتي يكون ثابت على طبقة صوت معينة، يعني ما يكون في اختلافات كثيرة في طبقة الصوت. خلوني أول شيء أسمعكم مثال سيء من هذا النماذج، وبعدين بسمعكم المثال الصحيح من هاي النماذج. Rackets on rackets, got backers on backers, I'm riding around in a coupe, coupe. I take your bit right from you, you. But I keep cruising. بعد ما تعرفنا على نوعية النماذج اللي لازم نبتدي فيها، خلونا الحين نروح للخطوة اللي بعدها في مرحلة التجهيز، وهي التخلص من المسافات الفاضية في الملف الصوتي.
تقدر بشكل يدوي طبعاً أنك تقوم بهذه العملية، ولكن برنامج أوداسيتي فيه خاصية أوتوماتيكية للقيام بهذه العملية. بتفتح الملف الصوتي في برنامج أوداسيتي وتختار خاصية Truncate، وبعدين تختار الثريشهولد المطلوب والمدة المطلوب حذفها من المسافات وتقول له Apply. نشوف الحين أن المسافات الفاضية صارت جداً صغيرة. بعد ما شلنا المسافات نحفظ الملف بصيغة 16-bit wave وبصيغة المونو طبعاً. خلي في بالك هني أن الملف الأصلي لازم يكون بصيغة المونو وليس بصيغة الستيريو، لأنه ما راح يعطينا نتيجة صحيحة. الحين صار عندنا ملف واحد مدته 15 دقيقة بالمواصفات اللي تكلمنا عنها واللي راح نرفعها على الموقع. قبل ما نبتدي في تدريب الذكاء الاصطناعي، خلونا الأول نسجل في الموقع. اضغط على الرابط الموجود في وصف الفيديو عشان تفتح الموقع وتسجل بحساب الجوجل. بنروح بعدين تحت في قسم الكوميونيتي ونضغط على Create، بعدين نضغط على New Voice. نعطي الصوت اللي بنرفعه اسم نكتبه هني، وفي الخانة الثانية راح نرفع الملف الصوتي اللي جهزناه في الخطوة السابقة. الخيارات الثانية كلها بنخليها مثل ما هي، لأنها في أغلب الأحوال هي الإعدادات الأفضل، ونقول له بعدين Start Training. عملية التدريب يا شباب راح تاخذ وقت طويل جداً، يعني من 3 ساعات إلى احتمال يوم كامل إلى أن يجهز الصوت الجديد. فخلونا ننتظر ونرجع لما يجهز الصوت. أوكي شباب، الحين صار الصوت الجديد اللي دربنا الذكاء الاصطناعي عليه جاهز. أضغط الحين على Use Voice وراح يوديني إلى صفحة ثانية من خلالها أقدر أرفع ملف الصوت اللي أبي أحوله إلى الصوت اللي تم تدريب الذكاء الاصطناعي عليه. راح أرفع مقطع غناء بسيط سجلته وراح أحوله من خلال هذا الموقع ومن خلال تقنية الذكاء الاصطناعي إلى صوت مختلف. نقدر في هذا القسم أيضاً نختار بعض الإضافات الأخرى، مثل تغيير طبقة الصوت، زيارة أو تقليل مستوى صوت الملف، ونضيف أيضاً شوية مؤثرات على الصوت على مرحلتين، قبل وبعد المعالجة. على سبيل المثال نقدر نضيف كومبريسر أو نويز جيت أو هاي باس أو لو باس فلتر، وحتى أيضاً نقدر نضيف عليه أوتوتيون قبل لا نبتدي معالجة الملف. في المرحلة الثانية اللي هي بعد معالجة الملف، عندنا خيارات أخرى نقدر نضيفها مثل الريفرب والديلي والكمبريسر والكورس على الملف. طبعاً نختار الخيارات اللي نبيها ونضغط على Convert. إذا أنت راح تستخدم هذا السامبل عندك في برنامج التسجيل، أنا أفضل أنك أنت ما تضيف عليه أي إضافات أخرى بعد المعالجة. العملية هنا ما راح تكون طويلة قد عملية التدريب اللي سويناها في أول مرة، فبعد دقائق بسيطة بيكون الملف الجديد جاهز. خلونا نسمع الحين النتيجة مع بعض. I feel you in every stone, in every leaf of every tree, if ever grown. I feel you in every stone, in every leaf of every tree, if ever grown. الحين طبعاً تقدر تأخذ هاي الملف وتضيفه على الموسيقى. الفكرة هنا أنك تشوف مثلاً أغنية تبي تغير صوت المغني فيها وتستخدم برنامج مثل آيزوتوب أو موقع مثل lalala.ai عشان تفصل صوت المغني وتستبدله بالصوت اللي تم تدريبه. إذا حبيت تتعرفون على تفاصيل هذه العملية اكتبوا لي تحت في قسم التعليقات. I feel you in every stone. I feel you in everything, in every river that might flow, in every seed you might have sown. I feel you, I feel you, I feel you, I feel you. هذه يا شباب كانت نظرة على كيفية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تحويل الصوت إلى صوت آخر. إن شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوا مرة ثانية تعطونا زر اللايك وتشاركون القناة مع جميع أصدقائكم عشان تكبر القناة ونقدر ننشر هذه المعلومات لأكبر عدد ممكن من الناس حول العالم.
إذا عندكم أي استفسارات لا تنسون تكتبونها في قسم التعليقات. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.